بدون قيد او شرط. هاي النقطة لازم ندخل بتفاصيل. لازم ندخل بتفاصيل. فعلا هاي النقطة يعني عذرا للمقاطعة استاذ سعد، يعني اكو احد المحللين السياسيين يعني اعطانا راي بصراحة راي جميل ولا بد ان نذكره. قال العراق بهذه الايام مر بثلاثة مصائب. المصيبة الاولى اللي هي مصيبة ما قبل الانفجار اللي هي مصيبة الاخفاق الامني واكتشاف المواطن ان هنالك اخفاق أمني. المصيبة الثانية اللي مصيبة الانفجار وذهاب عدد كبير من الشهداء. المصيبة الثالثة اللي هي مصيبة الخدمة المجانية ما بعد الانفجار للدواعش. فبعد ما تكمل يعني الحديث عن الانفجار بالضبط باعتبار هاي النقطة يمكن هي بأهميتها أعتقد تساوي يعني أهمية الحدث نفسه. أحسنت، كلام دقيق جدا، وهذا هو الفشل اللي فشلنا به. هاي النقطة الثالثة الحقيقة اللي ما كنا حاسبين حسابها الرد الاجتماعي اللي صار. سنكمل بهذا الموضوع إن شاء الله. المسؤول عن التفجير داعش. داعش. المخطط داعشي. لكن نقدر نقول أكو مساعدات كانت إلها وكان التحقيقات جهات إلها. التحقيقات ما ثبت إلى هذه اللحظة إنه جهة تعاونت ويا داعش. لكن ثبت لدينا إنه أكو تقاعس. السيارة من دخلت ستاركس شافوها وبحد وقفها. زين. لا هي ولا السيارات الأربعة قبلها ولا السيارات العشرة وراها. قابل يقف أيد الجندي الله يخليك. هو شغله. هو شغله. لا لا هو شغله إنه يوقف السيارة يباوع بيها. ما قلنا له افحصها. إحنا اللي دا يصير يوقف هاي مين جاي. ما يخالف. ما يخالف. ما يخالف على هذا كافي. أنت كثير من جنودنا كثير من سيطراتنا مسكنا مسكنا أصوالي بغداد بهالطريقة. إجا بالطريق وقف سيارة تاكسي دا يسوق تاكسي. الجندي قال وين رايح؟ جاوبه قال راح فلان مكان. قال دقيقه وقف اطبق على صفحه بل وقف على صفحه. قال هاي 30000 دولار بس خلينا نروح تدفع. قال له انطق 30000 دولار بس خلينا بس خليني اطلع بس خليني اطلع. صاح الضابط لزموه شلبه بي طلع والي بغداد. والي بغداد اللي هو مسؤول عن جرائم مئات الجرائم بس ساله وين رايح. فهي كثير من هذه الاسئله اللي تظهر ساذجه طبعا يعني استاذ سعد. هسه خلينا ندخل بهذه النقطه. يمكن الناس هي من حقها تسال. نعم يعني بتأكيد. والناس من حقها أن تتعاطف مع الحدث. وأعتقد كل العراقيين يمكن تذكرت نقطة أن القضية أخذت طابع دولي يعني نعم. على مستوى دول سواء جاليات عراقية مقيمة بالدول أو مواطنين من دول أخرى تعاطفوا مع الحدث هذا. وأعتقد هي مسألة تدل على إنسانية المتعاطف مع بتأكيد. هذه الحادثة. ولكن أكو نقطة اللي هي نقطة الخدمة المجانية للدواعش. هاي طبعا نقطة جدا مهمة وخطرة جدا. النقطة الأولى اللي هي طرح الأسئلة الغير قابلة للرد. على سبيل المثال كنا سمعنا انه حالات خطف. واعتقد ان هذه اللحظه ما يعني ما واعتقال نفس الحاله حقيقي انه هنالك حالات خطف. حالات الخطف يدل على ان الجاني ليس داعش. هاي خدمه مجانيه لداعش. صح. النقطه الثانيه اللي هي اثاره الاشاعات. شخص سوى صفحه بالفيسبوك ونزل صوره احد الشهداء قال يا ترى فلان موجود بفلان مستشفى. ايضا خدمه طبعا مجانيه مجانيه لداعش. الشيء الاخ والاخطر عمليه إرباك الشارع بهذه الطريقة. أنت ذكرت نقطة كلش مهمة أثناء يعني قبل أن ندخل. قلت الناس من حقها أن تتعاطف والناس من حقها طبعا. ولكن أكو مشكلة. هل يعني المواطنين انكسروا وهذا الانكسار هو من صالح الدواعش؟ هذه حقيقة قضية تستحق التوقف. نعم. يعني هي تفجير مثل سوق عرابة. سوق عرابة مدينة الصدر بل. أيضا حادث كارثة كارثة والفقراء صحيح. يعني والفقراء الفقراء بالضبط. وما صار هذه القصة. هي حادثة بحيث انه ثلاث عمار منها ثلاث عمار منها يعني شنو يعني حتى لو سيارة كيف انه كل الاماكن هاي انه هي وصلت. هسه نوصل هذه. يعني هي الارهاب يضرب في كل مكان في بغداد وكل مكان بالعراق بالحقيقة. لكن الاظهار الانكسار العراقي امام هذه الضربة كان مبالغ فيه وكان ما مطلوب. يعني كان المفروض نعض على جراحنا ونقول له احنا ارهاب وداعش. احنا صحيح انضربنا وتأذينا لكن ما راح نستسلم. يعني هل راح نستسلم لداعش؟ لا ما نستسلم. الناس من حقها طبعا من حقها لأنهم من هاي بشر يعني بالتأكيد بدون نقاش. بس احنا ما نستحق قوات الأمنية وشعبنا ما يستحق انه يستسلم الى داعش. احنا يكون وقفتنا انه نستمر بالقتال. زين استاذ معذرة برأيك قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي نعم. هسه اخر قرارات اللي هي اليوم اعفاء قائد عمليات بغداد نعم. وايضا يمكن مدير المخابرات والامن نعم. عدة نعم. قيادين بهذا المجال. برأيك بانه هو هذا الحل الصحيح بانه هذا هو يعني كل ما يصير انفجار اعفي قائد واجيب غيره هذا يعني صحيح الحل؟ لا هو موضوع الشمري قائد عمليات بغداد احنا طالبنا بإقالته من فترة
احنا طالبنا اقالته ولاسباب موجبه زي. يعني احنا طلعنا على الخطط الامنيه اللي كان يضعها كنا نجتمع به، والخطط الامنيه مالته ما تتجاوز اغلاق شوارع. من نقول له تعال ايش تسوي؟ قال راح اسد هذا الشارع واسد هذا. تعال من 2005 الى حد الان الخطه الامنيه ببغداد تصير بس اسد شارع وخلص. لو ازيد بالسيطره بدال الجندي احط ثلاثه لو اربعه فقط. هاي اقوى خطه تصير عندنا، والانفجارات تصير والشهداء والشباب يروحون. يعني احسد كلام دقيق جدا. ولهذا احنا طالبنا رئيس الوزراء بقالته لهذه الاسباب، لان طلبنا اكثر من مره انه يراوينا الجانب الاستخباري، انه خلينا نفتهم بالاستخبارات ايش نسوي، او المخابرات ايش يسوي، او الوطن ايش يسوي. يفترون شبابنا بالشارع خلال مسدس هيش على صفحه حتى يشوفوا شلون هذا راح يكون امن وطني، كيف راح يستطيع ان يخترق المنظومات. طيب هاي الاقاله اللي كانت قبل الانفجار او بعد الانفجار، او السبب تقصيرهم كان يعني شوف، اولا كل القاده الامنيه منطقه الكراده، الامن، استخبارات، مخابرات، داخليه، كل تم احتجازهم على محتجزين، ويحقق معهم ان نشوف هل اكو تواطؤ، هل اكو كان تعاون بين بعض الجنود والدواعش. هذه الامور لازم يعني نطمئن لها. هذا جاء فكل ذولا محتجزين والتحقيق مستمر معهم. المخطئ طبعا يواجه محاكم عسكريه وبعد الله وياه. طبعا ما نقدر نقول اسمائهم لان بالتاكيد اكو ابرياء. بس استاذ سعد اكو نقطه هم، بما انه نتحدث عن قضيه يعني قياده عمليات بغداد واقاله، يعني برايك هاي الاضطرابات الامنيه اللي قاعد نشوفها في بغداد، يعني وحده من اسباب هذا الاضطراب الامني اللي هي المشكله القائمه بين وزاره الداخليه وقياده عمليات بغداد؟ هي مو مشكله بين الطرفين، يعني اقصد هناك مشكله انه وزاره الداخليه تريد تمسك هي محافظه بغداد او الملف الامني في محافظه بغداد، قياده عمليات بغداد او رئاسه الوزراء ترفض انه وزاره الداخليه تمسك يعني الملف الامني. برايك هذا خلينا نسميه التشابك بين الاطراف الامنيه ممكن يكون هو وحده من اسباب الاضطراب الامني في بغداد؟ يعني بالتاكيد له تداعيات سيئه من جهازين مهمين، جهاز دستوري وجهاز غير دستوري، تتصادم بالصلاحيات. انتوا كلجنه ايهما الاحق باستلام الملف؟ يعني هو اثنيناتهم حقيقه اليوم غير مؤهلين. ليش؟ لان احنا يعني برؤيتنا استاذ لا الدفاع ولا الداخليه ولا قياده عمليات غير مؤهلين. غير مؤهلين استاذ احمد الوالدي بعد منه راح ينزل. وهي هاي المشكله، اذا هم رجال الامن نفسهم. نتكلم بصراحه، مو خلينا نتكلم بصراحه، ليه جايين؟ كل مسؤول امني او عنصر امني هذا يدخل دورات، مو يدخل دورة واحدة ويطلع وانتهى الموضوع. يعني تدريب الكوادر هذا يستمر، يعني كل سنة 3 أشهر يدخل دورات. احنا يطلع المنتسب دورة 45 يوم وهذا وهدوا الله وياه. طيب هذا كيف راح تزيد مهاراته؟ كيف راح تأهله انه يتناسب حركته ويا الحركة المايعة للتنظيم داعش؟ يعني من كلامك اكو بعد حصير انفجارات والقوات الامنية اللي موجودة ما راح تقدر السيطر على هاي الانفجارات، وما راح تقدر لا تقبض على الارهابيين ولا على السيارات المفخخة. هذا يعني من كلامك اللي تقوله انت. انا اقول انه مع وجود هذه القيادات الغير مؤهلة ومع وجود المحاصصة ومع وجود الفساد، طبيعي جدا ان تكون هناك انفجارات اخرى، تكون خروقات اخرى. صار لنا 6 أشهر، انا شخصيا 6 أشهر احارب على حزام بغداد، يا معودين جدار بغداد الالكتروني محتاجينه، دا يجون الدواعش مشي بحزام بغداد بالثغرات الامنيه وبالطرق النيسميه ودا يدخلون الى قلب العاصمه. بس اكو وهذه حكينا بها مره يعني، حتى لا يعتبر كلامنا هو نوع من الهجوم على القوات الامنيه. احنا كشباب، واعتقد حضرتك ايضا توافقنا بالراي، انه احنا مؤمنين بالقوات الامنيه اكيد، واعتقد احنا كمواطنين بحاجه الى دعم القوات الامنيه، ولكن لايماننا بحاجتنا للقوات الامنيه ندعو الى تصحيح واصلاح الجهاز الامني في بغداد وعموم العراق. فقط للتوضيح، لان يمكن كلامنا شويه الى قاسي. بس خلتك مثال، بس هذا حقيقه يعني، بس خلتك مثال، بس خلتك مثال، الحقيقه اللي انت تقول بانه هذا حقيقه ولهذا اللي يصير حاليا. نعم، لكن خلينا نعطي مثال. عندنا الفرقه الذهبيه وعندنا الجيش العراقي. شنو نسبه القياس بين الفرقه الذهبيه والجيش العراقي؟ ما تقدر تقيس بيناتهم. الفرقة الذهبية قوة مقاتلة من الدرجة الأولى، تتناسب مع السيلز اللي بأمريكا وتتناسب مع الجرين بيرتس اللي ببريطانيا، يعني البيرات الخضراء أو السيلز اللي بأمريكا، قوة خارقة لا تنكسر، معنويات مرتفعة جدا، تدريب عالي جدا. هاي الفرقة الذهبية وأنجزت أصعب ما انكسرت ولا معركة، وكل معركة دخلتها هي فازت وكسرت داعش. هاي فرقة مهيئة للمعارك. ليش؟ لأن مدربة، مهيئة، غير طائفية،
مجهزة اللي يتكلم بالطائفية ينطرد. أكو عندنا فرق يعني طائفية أنت برأيك هنا؟ أكو عناصر مو فرق يعني. طيب استاذ سعد احب اسالك انت قلت يمكن الصوشي يروح على الشرطي او اللي واقف او الحرس اللي ما مدرب تدريب جيد زين. طيب احنا ليش ما نجيب احنا ليش نذب اللوم عليه؟ ليش ممكن احنا الاجهزه يمكن اللي موجوده تكشف المتفجرات موجوده، ليش احنا ممكن نخليها على كل سيطره؟ هو هذه احدى المشاكل الاخرى، تشغيل الجهاز. يعني انت الجهاز هو ما يشتغل من كيفه. ابو الزاهي استاذ قصدك؟ طيب. لو ابو الزاهي او ابو الكابيرات او حتى الرابسكان، الجهاز ما يشتغل من كيفه. الجهاز يحتاج لمشغل خبرة وتدريب. نعم. وتشغيل وإخلاص بالتشغيل. يعني تفوز سيارة بها جزء مثلا مشبوه، إذا هو قاعد 6 ساعات على الجهاز والله عيونه بعد بتشوف، راح يفوت الجهاز، يفوت الأبوة اللي مفسخة، خاصة نكون الأبوة مفسخة تري. يعني قلابلنا هذا أكثر باينري. يعني إذا تخلي أنت نترات الأمونيا على صفحة وتخلي الألمنيوم برادة الألمنيوم على الجهة، ما راح تكشفك القنبلة. بس هذا سد أشوف فيديو معروض أمامك يكون عنصر متفجر. يعني بالضبط مو عنصر متفجر، وإذا ما تخلي الصاعقين ما راح تكتشفه. فأنت تشوف شيء مشبوه بس هو تعبان وست ساعات يشتغل كذا، ما راح يتأثر. ممكن ينفع أستاذ يعني أحسن من ماكو بالآخر يعني. لا هو هذا الجهاز لو يشتغلوه بشكل صحيح بنسبة 40% إلى 50% هو يشتغل زين، بس يكون يستعمله بطريقة صحيحة. زين أستاذ، للأمانة الأجهزة اللي موجودة بمنطقة الخضراء نفس هالأجهزة اللي موجودة حاليا بالسيطرات؟ لأن احنا يعني كل العالم تعرف بأنه أكو فرق بالحماية اللي موجودة بمنطقة الخضراء وشون مأمنين المنطقة، مع العلم بأنه بغداد اللي هي العاصمة ما بها لحد الآن أي منطقة مؤمنة. ممكن بأي لحظة الشاب يطلع يرجع البيت بخطف أو قتل أو سيارة مفخخة أو أي حادث. صحيح. الإضافة إلى الرابسكان الآن متوزع على كل ضواحي بغداد وكثير منافذ بغداد. الرابسكان صار بس توضيح للمشاهد. الرابسكان هاي السيارة. السيارة اللي موجودة تشتغل داخل مدينة الكاظمية. موجود نعم. طيب عشان قالوا السيارة جت من ديالة؟ والله هذا الخبر يعني قاعد عملت فرد هو اللي صنعه. يعني هذا خبر ما أدري فيسبوكي حقيقي ما أدري يعني. سأوضح لك ما قريت. الحماية مال المنطقة الخضراء تختلف. بالإضافة إلى هذا الرابس يعني قناة رسمية طلع على العراقية وقال هالشيء. يعني جت السيارة قال من ديالة. يجوز أكو مؤشر إنها جاءت من ديالة. يجوز هي مسجلة في ديالة. يعني بس أنا ما عندي تقرير بهذا الموضوع ما أقدر أأكد. زين سأل حدثنا عن الحماية. الحماية بالإضافة إلى هاي الرابس كان السيارات وهذا الأريال. بالإضافة إلى هذه أكو كلب يفترع السيارة. الكلب هو أضمن وأفضل طريقة لمحاربة أو كشف المواد المنفجرة بأنواعها. هو الكلب. زين صعب وين يشرون كلاب بالسيطرات اللي موجودة ببغداد؟ الرئيس السيد العبادي دكتور العبادي أمر المرحة. بعد إيش؟ الله يخليك استعب. بعد إيش؟ بعد ما راحوا أكثر من 400 أو 500 شاب رحمة الوالدي. بعد إيش؟ يعني لأن أكو خلاف بينها بين وزير الداخلية. لا هذه أحد التداعيات، الخلاف بين وزارة الداخلية وعمليات بغداد. وزارة الداخلية عندها كلاب، عملية بغداد ما عندها كلاب. وزارة الداخلية يقول يابا خلينا ننزل كلابنا، يقول انطونا إلنا احنا ننزلها. يا بس شنو الفرق؟ خلينا ننزل احنا. بس هم دا يختلفون بينهم. المشكلة وين؟ المشكلة ابن الخايبة واقع بها. الله يخليك. المشكلة وين؟ الهاندلر مالت الكلب. الكلب ما يشتغل ويا واحد، ما اقدر اروح انا واشتغل ويا الكلب. الكلب يحتاج صد صاحبه متخصص. المتخصص وصاحبه اللي متفاهمين، فيكونون دولة منتسبين الداخلية ما منتسبين إلى عمليات بغداد. فهي هذه التداعيات حقيقة. زين احنا دائما استاذ سعد يمكن راح نطلع من موضوع عمليات بغداد ووزارة الداخلية، وفعلا هي مشكلة يعني قائمة من فترة. نعم. يعني ويمكن على اثرها قدم وزير الداخلية استقالته وهو صرح قال انا قدمت وزارة يعني استقالتي بسبب هذا الموضوع حصرا يعني. بالتأكيد. هاي نقطة. شوف هذه الوقفة غلط الآن. هذا الواقف لازم المسدس. هذا هو الجهاز غلط. الجهاز كله غلط. هو الجهاز كلها 40%. خلينا 40 يعني الزام سياره يعني مفخخه ايش قدها ايش كبرها شايله اطنان من المتفجرات ودا تفجر ودا توقع 4 عماير و5 ودا يروحون فوق ال 400 شهيد، وبعدين نجي بانه نقول الجهاز يكشف 40%. هسه حتى لو صدق هو يكشف 40% كان كشف ولو جزء بسيط من السياره المفخخه اللي فاتت يم مجمع الليث اللي عبرت ايش كم سيطره، واللي طلع قائد عمليات بغداد نفسه قال بانه هاي جايه من من من, من دياله اتصور. نعم. قال جاي من دياله. يعني عبرت ايش كم سيطره اذا يعني نحسبها ما تقل عن 10 سيطرات. يعني 10 سيطرات شايلين هذا الجهاز يعني اللي يكشف 40% وما قدروا يلزمون هاي السيارة. هذا دليل على انه عمليات بغداد غير مؤهلة، ودليل على انه هاي السيطرات هي سيطرات فاشلة. يعني هذا اوضح من الشمس انه عندك هالعدد من السيطرات
ومجهزة ببعض التجهيزات الأمنية وعبرت السيارة المفخخة خلال هالمناطق وانت ما كشفتها، انت المسؤول عن السيطرات الأمنية عمليات بغداد. طيب الشارع اللي صار بالتفجير انه هو شارع كان مغلق، شنو اللي غريب بالموضوع انه بوقت الانفجار الشارع انفتح ورجع بعدين؟ لا لا ما كان مغلق الشارع، الازدحام صار بالنقطة اللي قبلها اللي هو التقاطع الأورزدي. التقاطع الأورزدي قبل التقاطع الأورزدي من جهتين صار الازدحام. فلا ما كان، فصار الصحيح سيارات اقل لان اكو ازدحام بالتقاطع من اجل تفريغ التقاطع. بالضبط، فالسيارات ماشيه ما كان اكو قطع وعمدا تم فتحها والسماح للسياره مفخخه، هاي اشاعات. زين صار بعد هاي الكارثه، العفو زين يعني من رخصتك، بعد هاي الكارثه اللي صارت وهذا الانفجار الهائل، ما فكر شخص من اعضاء اللجنه، انتم من اعضاء اللجنه الامنيه، بانه يستقيل لان يشوف نفسه مدى يقدم الشيء المطلوب؟ والله البارحه كان حديث ان كل اعضاء المجلس حقيقه انه نقدم استقاله جماعيه. بس انتم لجنه رقابيه يعني، بس واحد نعم احد يعني الاشخاص قال هسه قدمتوا استقالاتكم ايش راح تنتجون؟ لا يعني اللي يجي وراكم عذرا يعني معكم اكثر معرفه يعني ودرايه، انتم يعني كلجنه يعني قضيتكم رقابيه، انتم طيب قضيتكم متعلقه بورق بورقه وقلم فقط يعني مجرد توصيات وتوجيهات لا اكثر ولا اقل. اعتقد القضيه قضيه تقديم الاستقاله تنفيذيه للاجهزه التنفيذيه. شوف الجهاز التنفيذي اذا انا اكون أنا اي شخص يكون مسؤول عن جهاز تنفيذي عنده تدخل إلى أدوات عمل وتخرج منها نتائج. نعم. من ما يعمل على هاي المعادلة الصحيحة يعني الناتج يكون صفر يعني هذا يدخل منه هذا يطلع من ناتج صفر إنه ما عندك أي مشكلة، لكن من يكون الناتج عندك أنت أدوات العمل والنتيجة كل يوم سيارة مفخخة أو عبوة أو اغتيال أو كاتم أو نعم. كذا أو بفترة أخرى، المهم أكو خروقات أمنية. هذا التقصير بشكل عام علي من يعود؟ عمليات بغداد هي المسؤولة عن الملف الأمني في مدينة بغداد وقائد العمليات بغداد اللي هو رجل ميداني وتنفيذي وعنده ميزانية كبيرة جدا وعنده صلاحيات كبيرة جدا، راح يشتغل لي بصقر بغداد في الدنيا كلها وراح يتعامل على صقر بغداد. لا هاي 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 نقطة حقيقة فعلاً. ويقول هذه وقفت الإجرام، وين قلت له طيب دليل واحد انه صقر بغداد كشفت لك سياره مفخخه؟ لو لازق المفخخه كان ما طقت، لو لازقين عليها يعني اكيد. استاذ سعد يعني خلى ايده على الدنبله مثل ما يقولون، صحيح هو عباره عن لاصق موجود على الجام بكل بساطه، اسرق السياره واشيل اللاصق. طبعا ما تسمع مجرد دقيقه، سؤال الارهابي راح يروح صقر بغداد يخلي لاصقه ويروح يفجر نفسه؟ يعني اعتقد نقطه، فالحقيقه هو عاف كل واجباته وراح يشتغل على صقر بغداد. كانت عندكم توصيات بما يخص قضيه صقر بغداد؟ طبعا حلنا النزاهه، راضين بشكل قطعي وحلنا النزاهه ونطالب بمحاكمه الاستاذ يعني ونطالب باعاده الاموال اللي استخدموها من المواطنين يعني بحكم قضائي شرعي او غير شرعي. لا بطريقه غير شرعيه، باخذت بطريقه غير شرعيه، ونطالب القضاء باصدار قرار باجبار الشركه بإعادة أستاذ سعد رح نقطة كلش مهمة. لا هم لا لا لازم يعاقبون. يمكن الحدث اللي صار خلانا نصرف النظر عن نقطة كلش مهمة اللي هي انتصاراتنا على أرض الواقع. النقطة الأولى يعني هل اللي صار مسألة طبيعية أنه إحنا نسينا الانتصارات؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنتم كلجنة كنتم متوقعين أنه الانتصارات اللي صارت وتحديدا بالفلوجة، باعتبار الفلوجة تعتبر واحدة أنا أسميها الغدد النخامية لتنظيم داعش، باعتبار أنه هي واحدة من الأماكن الحيوية واللي كانوا مراهنين عليها أصلا، وإحنا أيضا راهنا وربحنا وانتصرنا، كانت ردة فعل طبيعية أنه ممكن تصير عمليات انتحارية وازدياد عدد المفخخات في بغداد والأماكن اللي دقينا كل أجراس الخطر. قلنا هذا صار الانتصار، دقينا كل اجراس الخطر، استعدوا للهجمه المعاكسه. صار اكو مشكله بينكم وبين عمليات بغداد؟ اشي كل شيء تقولون عليه تتوقعوا من عمليات بغداد ما نهائيا ما كانت متعاونه، ما كانت متعاونه نهائيا. يوم صارت مال شوف هذه الكارثه، يوم صارت مال بغداد الجديده نعم من هجموا على المول تذكرون؟ واحد احد اصدقائي موجود بالمول خبرني قال لي داعش هجموا علينا، خبرت عمليات بغداد داعش هجموا على المول، قال لي يا داعش يا، قلت له الان معركه بغداد الجديده، قال لي دقيقه عقيد فلان اكو شيء بغداد الجديده؟ قال انا الشخص المتحدث من وين لو بدنا نذكر اسمه؟ بالعمليات بغداد. عقيد فلان اكو شيء بغداد الجديده؟ قلت له شنو اكو شيء؟ صار ب 20 دقيقه الناس تتقتل. زين قال ها دقيقه اوكي احنا نشوف القضيه شنو؟ 20 دقيقه وما يدرون.
وين مجساتكم؟ وين الأجهزة المرتبطة بكم؟ لك الله يا عراق. فقل لي ليش أنا ليش تقولي ليش متأذين من عمليات بغداد؟ لأن هاي مشاكل ده مع عمليات بغداد. يعني هاي القيادة كانت خارقة لنفسها جو من. زين. أستاذ سعد. بما انه انتم متوقعين وقديتوا اجراس الخطر نعم. مثل ما انت ذكرت بسبب انتصارات نعم. الجيش العراقي والقوات الامنيه والحشد الشعبي بالفلوجه يمكن هذا الخطر بعده قائم حتى بعد حدوث هذه المصيبه والخطر القائم على منطقه سنيه زيادة. بالتحديد شنو الحلول حتى نتجاوز هذا الخطر او نحاول نقلل يعني من عدد الضحايا غير احنا مو تنفيذيين انا ما اقدر انزل التوصيات اللي قدمتوها يعني نعم. قدمتوا حلول على سبيل المثال الان مناطق زياده عدد السيطرات زياده لا 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 تقليل عدد الدخول المنافذ لا لا الجهد الاستخباري يكون يتفعل في بعض المناطق وبعض الخلايا اللي ما نقدر نحكي بها بعض المناطق اكو جهد استخباري هذا يكون يعزز لان الاستهداف القادم على الاغلب يعني جدا منطقي اذا استهدف منطقه سنيه من اجل تاجيج القضيه الطائفيه نعم وحتى هم سووا دعايه انه ما ادري منو ضرب مخيم مال لاجئين طبعا استاذ بس هي الانفجار اللي صار قدم هاي الخدمه الخدمه المجانيه انه الخدمه الطائفيه يعني وهي كذب طبعا اي نعم وحتى تحدثوا عن انفجار مناطق اخرى وهي كذب لا وبدوا يعني مع كل احترامي لكل مستخدمي الفيسبوك انا اقول الفيسبوك هذا نار وفتنه نعم خاصة بهذا التوقيت يعني صح. كنا شفنا اكو منشورات من شخص اللي ما يعرف بالضبط يعني قاموا ينزلون صور انه اكو اماكن معينة بدأت تحتفل بالعيد على الرغم من المصائب على العلمانية يعني يوم من الايام ها قبل يومين انا كنت موجود بإحدى مناطق بغداد رجعت البيت فتحت الفيسبوك منزلين صورة كاتبين يحدث الان المنطقة الفلانية تحتفل قبل بالعيد وهي اصلا منطقة هامة والمشكلة العالم بس يعني اكو نقطة حتى اذا الناس الها نية تحتفل فالناس خايفة اصلا تحتفل فالشوارع فالغة فالغة تلقائية احسنت احسنت بالقصد يعني الفيسبوك قدم الخدمة الطائفية للاسف الشديد للأسف الشديد وكثير منهم يعني عن جهل يقوم بهذا الشيء مو يعني مو على تعمد طبعا اكو مغرضين واكو متعمدين لكن بالضبط عن جهل قضية عن جهل زين استاذ هسه برايك الملف الاكبر هو عن جهل استاذ سعد سعد برايك هسه الملف الامني راح تلزمه بوزاره الداخليه والله واذا يعني واذا لزمته لنفرض خلينا نقول لزمته خاف يعني مثلا ما عندك الفكره المضبوطه والكلام المضبوط اللي تقول بانه الداخليه او الدفاع او كانت عمليه بغداد راح تلزمه لنفرض بانه وزاره الداخليه لزمه الملف الامني برايك بانه راح يصير شيء ايجابي راح تقدم شيء للمواطن العراقي راح تقلل المفخخات راح تقلل الاغتيالات راح يقل القتل العشوائي اللي دا يصير بشوارع بغداد يعني المفروض يعني إذا هو المشكلة وين رئيس الوزراء ما حل عمليات بغداد بس أحال يعني أو أقال رئيس العمليات وبعض الضباط يعني فقط قائد عمليات بديل راح يجي قائد عمليات جديد إذا يجي قائد عمليات بديل فما سوينا شيء راح تظل نفسها القائد هسه يجوز القائد الجديد يجي بخطة يعني مفصلة جديدة أو يجي برؤية جديدة لإعادة تدريب وتأهيل عناصره إذا كان بهذا الشكل فنتوسم خير أما إذا يعني بدلوا زيد بزياد فما سوينا شيء يعني لنفس الأدوات العمل هي مشكلتنا بأدوات العمل فقط أسامي تتغير شال فلان إجا فلان بمكانه شالوا فلان حطوا فلان بمكانه والفقير والما يقدر كل شيء يسويه دا يموت ودا يروح شهيد بسبب هالاسامي اللي تتغير روح فلان تعال فلان جيب فلان حط غير وزير جيب غير وزير وماكو اي اي شيء ايجابي اي تقديم للشعب العراقي يعني نفس الحاله ولا نرجع ليه يعني بدنا نحكي بقساوه لا لا حقكم والله انا سمعت يعني احكي جماعه يعني احنا قبل كنا حامين مواطنين نعم بالتاكيد يعني احنا يعني بصراحه راحت علينا فرحه العيد صح راح علينا كل المصيبه اللي والله من اتمشى بالكراده واشوف كل الناس لابسه اسود هالبارحه وقت البارحه كل الناس لابسه اسود يعني صار هالكرادك كان يريد يضحك يريد يتونس يروح يفوت لها يشوف شوارعها هسه مع الاسف ما نقدر حتى لا نغيب عليها اسود طبعا انا لابس احمر لان احنا الانتقام لون الانتقام مو هذا لون الفرح احنا بمذاهبنا انه الامام الحسين علم اسود لان الى اليوم ما انتقمنا للامام الحسين فهذا مو لون فرح هذا لون الدم لون الانتقام برأيك ممكن يعني بعد فترة قريبة بعيدة فترة طويلة ما أعرف شو تسميها يتم إلقاء القبض على الجنات 100% زين أكو بعض يعني هاي ما أعرف إذا عدنا وقت نقطة كلش مهمة بعض الأشخاص يطالبون يعني جلب عدد من المحكومين بالإعدام وإعدامهم بهذا المكان بغض النظر أن أنت حضرتك معه
أو ضد ممكن ينفذ هذا الطلب؟ لا هذا مو دستوري وما ممكن ينفذ. بس هي الناس من حقها تطلب إيش طلب؟ من حق الناس تطلب إيش طلب، ومن حقها أيضا أصلا تهجم على السجون وتقتلهم بيتهم يعني إلى هالدرجة. نعم أستاذ سعد، هذا 3000 مدان ومحكوم بالإعدام، ندفع عليهم يومية $40 نوكلهم كهرباءهم ما تنقطع، وضعهم مكتباتهم انترنتهم كله، وندفع من فلوسنا. والمشكلة العراقيين بالخيام على صاحب الزور العرب اللي جايين يقتلونا من دول عربية. نعم. من اليمن ومصر وسعودية وجاي جابك انت العراق أساسا على شنو جاي؟ ليش أنا كفار؟ ليش أنا يعني؟ نعم أستاذ، بينما إسرائيل هي بصفهم عايفين إسرائيل جايين علينا. يعني على أي حال من الأحوال هذه كارثة الحقيقة. وتعازينا لكل أبناء الشعب. أستاذ سعد المطلبي، عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، نشكر حضورك البرنامج شباب وبنات. شكرا ياسر، شكرا زيد. مشاهدين فاصل وراجعين وياكم.